دلوقتي هنروح مع حضراتكم للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. ومن هذه الأخبار أنه المجلس الأعلى للثقافة هيعلن عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة بمختلف فروعها، جائزة الدولة التقديرية وجائزة التفوق وأيضا جائزة النيل. وكمان النهاردة دار الإفتاء هتنظم المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف. وكمان معانا أخبار تانية كتير هنعرفها من خلال التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، المجلس الأعلى للثقافة هيعلن عن نتائج المرشحين اللي تقدموا لجوائز الدولة بمختلف فروعها، النيل والتفوق والتقديرية في مجال الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. النهاردة مكتبة الإسكندرية هتنظم ورشة عمل مجانية للشباب تحت عنوان اليوجا والطاقة الساعة 4 العصر في مقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة. الورشة هتناقش مفهوم اليوجا والطاقة بالإضافة لتعليم المشاركين بعض تمارين التأمل اللي بتساعد على تنشيط الجسم وتنظيم عملية التنفس والتخلص من الضغوط. النهاردة دار الإفتاء هتنظم المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف. فعاليات المؤتمر هتستمر لحد يوم 9 يونيو تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور ممثلين عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية، بالإضافة لرجال الفكر والإعلام من 42 دولة حول العالم. النهاردة بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم هتغادر القاهرة متجهة لملاوي لدخول مرحلة الإعداد الأخيرة تمهيداً لمواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية لتصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم الخميس الجاي.